القدس هو المحور، عنوان المعرض التشكيلي الذي تم افتتاحه بمناسبة يوم القدس العالمي في صالة الشعب للفنون الجميلة. هذا المعرض يقام سنويا احتفالا بالقدس العربية وتأكيدا على أن القدس هي عاصمة فلسطين، والأعمال كلها هي تنم عن الارتقاء بالفن التشكيلي الفلسطيني والسوري، والأمل الكبير بأن أن يقام هذا المعرض مستقبلا بالقدس اللي هي عاصمة فلسطين. كل مجموعة عالجت الموضوع بطريقتها، كيف كل فنان فكر كيف يحكي عن يوم القدس، كيف يحكي عن المقاومة، كيف يحكي عن الصمود، كيف يحكي عن التراث وإعادة التراث وحماية التراث. كل هذه الأفكار كانت مطروحة بعدة أساليب، ولكن اللي ضم الأعمال هو الفكرة الأساسية اللي كانت الموضوع الأهم، هو تحرير القدس بالوسيلة المناسبة. والفن التشكيلي هو جزء من المقاومة بكافة أشكالها، سواء كانت الثقافية أو العسكرية أو النضالية، فكانت اللوحات مساهمة من قبل الفنانين التشكيليين في هذا العمل المقاوم. المعرض تضمن لوحات فنية وتصويرية بمشاركة كل من الاتحاد العام للفنانين التشكيليين في سوريا وفلسطين والمستشارية الثقافية الإيرانية واللجنة الدائمة ليوم القدس. الرسالة التي يعطي هذا المعرض هو التضامن، وأن هذا المحور، محور المقاومة كلها مع بعض، وقضية الفلسطينية قضية لن ننساها ولا يمكننا أن ننساها هذه القضية. وهذا القضية لا يتعلق ببلد وشعب دون آخر، بل هي قضية إنسانية وإسلامية وأممية. المعرض اليوم حقيقة يثبت أن الفنان في مستوى واحد وفي وعي واحد باتجاه التحرير، تحرير القدس، تحرير فلسطين، تحرير الجولان، وأيضا تحرير الإرادة العربية من كل هذه السطوات، ويعطي رسالة لمن يحاول أن يلعب بالقضية الفلسطينية أن الشعب لا يرحم، وأن قضية فلسطين قضية متعلقة بوعينا وبتاريخنا وأيضا بمستقبلنا. لذلك هي ليست ورقة مساومة بقدر ما هي قضية شعب. رسمت عن القدس والتراث الفلسطيني، أنا عم بحكي بس أحكي عن الفلسطين والأحكي عن القدس كأني عم بحكي عن لوحة جميلة. إننا لأرضنا وإن إليها العائدون، وأنا حبيت أرسم التراث الفلسطيني والتوب الفلسطيني، هو جزء لا يتجزأ من الهوية الفلسطينية. حبيت شارك بالمشاركة في الفلسطيني، كلنا قضيتنا واحدة ونحن بالنهاية يعني عدونا واحد، وإن شاء الله نسترجع كل الأراضي. الفنانون المشاركون عبروا بلوحاتهم عن القدس وأنها باقية في قلوبنا ولن تغيب، وأننا على عهد العودة لراجعون.